معك سميح رشيد حوات في حي الصفاق. تنشكروا هاد الناس ديال الامن ديال السلطه، جاو نقاونا الحومه ديالنا من طوبات من الزبال من شحال من حاجه حيدناها، تنشكروهم. وحنا تنطلبوا حنا ربعه الحوات ايتام كل شيء عندهم العائله، بغينا غير مركز ديالنا في نخدموا حنا قانوني بحال الاسواق النموذجيه بحال داك الشيء اللي خرج، حنا بغينا نخدموا باذن قانوني حنايا. وفي المارشي ديال حنا حنا راه ما عندناش شي مارشي ديالنا فيه البراني، كل شيء بحوانتهم، كل شيء غير حنا اللي حواته كاينين ربعه وسط المارشي، الناس كلهم في محلاتهم وحنا غير ولاد الدرب، وما عليناش البراني اللي داخل بكراراس ودايرين الهيلالا ودايرين هادي. والمطاف دي تنشكروا رجال الامن وتنشكروا السلطه بان ونقاونا الحومه ديالنا ووقفوا معانا وحيدوا لنا الزبل، وهي الدنيا كنقاوها راه صوروا شوفوا الدنيا كنرجعوها. تنحمدوا الله ونشكروا بهذا الشيء، غير حنا ما بغيناش نضيعوا، حنا واحد ربعه العائلات كاين هنا ما بغيناش نضيعوا ونتشردوا. انتم هنايا كتبيعوا الحوت وكتشويوه؟ انا تنبيع الحوت مشوي، تنبيعوا نشوي في الحوت. انا 17 عام وانا بلاصه هنا وربي شاهد عليا، انا عندي ثلاث الاولاد، واحد السيد صاحبي تا هو انا صحراوي عنده تا هو ثلاث الاولاد، كلشي باكين مع والدينا، كلشي ما عندناش، كلشي غلا. وحنا تنطالبوا من ساعه جلاله الملك الحس الله ينصرو يدير لنا حل، والسلطه تاهي دير لنا حل ونديروا حل كلنا لهاد الحومه ديالنا. حنا غير جينا حومه هنا مدرقه، حنا مستافدين من 85، عطينا الحسن الثاني الله يرحمه وسعد يقلبوا له عطانا السكنه وعطاها لوالدينا بالاستفاده، وحنا خلقنا وسط المارشيد وكبرنا وسط المارشيد. وانا حوات من ولد 14 عام وربي شاهد عليا من تنبيع 14 عام تنبيع الحوت، عباد الله كاع عارفيني تنبيع ونشري في المارش الولفه. وجيت هنا درت خدمت وسط دربنا، قلت اللهم خدم وسط دربنا حدا والديا وحدا حومتنا وحدا ولاد دربنا، حنا عندنا حومه نقيه ما عندناش فيها شمكاره ما عندناش فيها اصحاب المارشي تيغوتوا، عندنا واحد الحومه نقيه ما نقولش لك. السوق هاني ما عندناش حاجه فيها الضجيج، وعندنا الشانطي فيه الكراراس، وعندنا الفراشات، وعندنا هذيك كاينين ربعه الطوابل ديال الحوت اللي كاينين، ومارين الحوانت كلهم خايدين الحوانت ديالهم، كلهم شادين محالاتهم. حنا ما عندناش ديرونجمو في هذا المارشي صفه نهائيا، وتنشكروا رجال الامن والسلطه من اللي نقاونا المارشي، حنا معاهم غير حنا ما بغيناش نضيعوا نمشيو نتشردوا على وليداتنا. عبد الصمد كنسكن في هذا الحي الشعبي اختي حي الصفه، اختي حنايا بغينا نبقاو غير خدامين هنا، حنايا طلبنا غير كرارز ديالنا نبقاو غير خدامين كنبيعوا الحوت، ما عندنا لا مشاكل ما كاين لا شمكاره ما كاين حتى شي واحد، ما كاين لا صداع لا حتى شي حاجه، حنا نقاو المارشي غادي نخدموا ونخليو بلايصنا نقيين، هادشي اللي بغينا اختي، حنا بغينا المارشي يبقاو خدامين، حنا ما باغيين نحيدوا حتى شي واحد، حنا بغينا الكرارز ديالنا يبقاو خدامين، الناس عند المسؤوليه اختي، كاين اللي عنده ثلاثة الوليدات بحال هاد العواشر هذا، كون ما كانش خدام باش يكسي ولادو، باش غيدخلهم المدرسة. الناس هنا خدامين على الاولاد، راه ما خدامينش، حنا مشينا كندوب بغينا الشهره ولا بغينا شي حاجه، ما بغينا والو حنا، حنا بغينا دربنا يكون نقي ونخدموا فيه، ما يعطيونا ما نعطيهم، حنا بغينا الدرب ديالنا يبقى زوين، هذه هي الخلاصه القول، بغينا دربنا يبقى زوين، والناس اللي خدامين فيه راه كاملين زوينين، راه كاملين عندهم وليدات، ولا بغيتي دير شي حاجه اخويا، جاد الناس من يكونوا خدامين، شوف وليداتهم وشوف الحاله ديالهم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.